لكم برنامج الجنايني، والنهارده هنتكلم على زراعه ابصال الامارلس. الامارلس من النباتات الرائعه الجميل واللي بتزهر في الربيع. ممكن نزرع البصله نفسها في نهايه شهر 9 او سبتمبر ومع اول اكتوبر، وممكن جدا نزرع الابصال بتاعته في كونتينرز صغيره من الفخار او البورسلين ونحطها جنب النوافذ المضيئه، وهتظهر ان شاء الله في الربيع. ممكن كمان ان احنا نعمل له عملية تكاثر عن طريق التقسيم في فصل الربيع. الامارلس بيحتاج يتزرع تحت ظلة الاشجار، لان الشمس المباشرة عندنا هنا في مصر او في اغلب الدول العربية هتأثر على الزهور وعمر الزهور. كمان الامارلس بيحتاج كمية كبيرة من المية، وبيحتاج التربة بتاعته تفضل دايما رطبة، وعايز مية ما تكونش مية حامضية، يعني المية الجوفية اللي طالعة من بطن الارض مش هتناسب الامارلس بالشكل الصحيح. كمان محتاج تغذية من الأسمدة العضوية الطبيعية، وده بيتحط له فترة السكون ما قبل على طول موسم الأزهار اللي هو بيكون في الربيع. أزهار الأمارلس من الأزهار الرائعة، شايفين الصغير بيكون فيها من زهرتين لخمس زهرات. قطر الزهرة يتراوح ما بين 10 سنتي إلى 20 سنتي حسب نوع فصيلة الأمارلس. طبعا بيكون فيه الوان زي الاحمر والابيض والوردي والبيربل والاصفر والاورنج. عموما زهرة الامارلس بترمز الى المرأة القوية الواثقة بنفسها والفاتنة الجمال، وترمز ايضا الى حريات الجنة. الامارلس ريحته جميلة جدا ورائعة، وكمان فيها طاقة ايجابية جميلة. زراعة ابصال امارلس سواء كان بالابصال شهر 9 و10 او بالتقسيم في فصل الربيع. واستنوني في حلقات تانية جديدة. كان معاكم مهندس ابراهيم السويدي من برنامج الجنايني مصر. تحياتي.